السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على مصطفى ماصا، يعني وين يعطي تحاليل تاعو على الدور الأول في كأس الشارق الجزائر 2023، يعني وين أعطى كل شيء، وهو لاعب دولي سابق، لاعب منتخب وطني جزائري، يعني ترعرع باش يكون على بالكم مصطفى ماصا، اللي ترعرع في الفئات الشبانية المنتخب الوطني حتى الفريق الأول، يعني في العشرية السوداء راكم عارفين كيفاش، يعني الناس تلعب وخايفين يلعبوا منا بزاف، كاين بزاف أمور، كاين واحد الجيل مساكين لقاهم لقى كيما يقول لك لقانا لقاتنا عشرية سوداء. جيل لقاهم عشرية سوداء شوية اللي الله غالب، وفانيك احترف راح لتركيا، فانيك لعب في تركيا مصطفى ماصا اللي ما يعرفش، باش يكون على بالكم، هو النجم الأول للنادي العريق مولودية الجزائر، النجم الأول ونجم كبير في كرة القدم، وماناجير يعني ماناجير معتمد لدى الفيفا، يعني ماناجير خبير كرة قدم الإفريقية. حنا على هذيك نتمناو إن شاء الله بربي نشوفوه مناصر مع المنتخب الوطني. إنسان هذا اللي يقرا كان يخسر دراهم يروح للفيفا ويقرا وكلش، نتمناو إن شاء الله بربي ما الناس خات على بالنا داير على بالنا بلي كاين ناس يبلعوا على ناس كيما ذا مصطفى ماصا، يخافوا منه خات على يخافوا منه، ما يخدمش ما يخدم لهمش، انسان نظيف ما يخدم لهمش، على هذيك ما يخدم لهم صوالحهم، وما يحوسوا على واحد اللي يخدم لهم صوالحهم، هذه هي اخويا. نسمعوا كيفاش دار التحاليل تاعو على الدور الاول فقط، تكلم على الدور الاول بالارقام وكلش. نسمعوا شوف كيفاش تكلم، كيفاش يعني نقولوا باللي مصطفى ماصا العاصمة الجزائرية مصطفى ماصا لاعب المنتخب الجزائري سابقا ونجم فريق العريق مولودية الجزائر. كابتن مصطفى أهلا وسهلا بك، لو نتحدث بداية عن المستوى الفني لبطولة الشان في الجزائر ونحن نقترب من معرفة كل المتأهلين إلى ربع النهائي. مصطفى أهلا بك، أهلا مجيد وكل متتبعي قناة الجزيرة. أعتقد لو نعمل حصيلة صغيرة على هذه البداية أو في الدور الأول للمنتخب أو لكل الدورة ككل، أعتقد أن الدورة عرفت النجاح قبل بدايتها، لأنه كان عليها تشويش كبير من قبل بعض الأطراف لضرب نجاح هذه الدورة، كما كان ضرب نجاح قطر في احتضان كأس العالم ونجحت ورفعت السقف أعلى من كل النسخ الماضية. لهذا أعتقد أنه نجاح دورة الجزائر لحد الآن ناجحة بصفة مئوية كبيرة. لهذا أعتقد أنه لو نتكلم من ناحية الفنية، الدورة عرفت تسجيل عدة أهداف في هذا الدور، عرفت تسجيل 36 هدف 38 هدف مقارنة بالنسخ الماضية، ونحن إلا في بداية الدور الأول. أعتقد أن المنتخبات المشاركة لحد الآن منتخبات راضية كل الرضا على مستوى الدورة، أولا على التنظيم لحد الآن، وكذلك على الملاعب والبنية التحتية للجزائر اللي عرفت لحد الآن نقدر نقول أنه نجاح باهت في تنظيم هذا الشأن. نعم مصطفى، تتحدث عن جانب الفني وتقول بأنه مستوى مقبول حتى الآن، ماذا عن الحضور الجماهيري؟ البعض يقول بأن الحضور في ملاعب نيلسون مانديلا، عنابة، قسنطينة وميلود هدفي بوهران كان حضور مميز وساهم بالظهور بشكل جيد حتى الآن لهذه البطولة، وبرغم أن هناك منتخبات قوية لم تشارك في البطولة. نظن أنه لو نقارن
المشاركة للمنتخبات، أعتقد أنه المنتخبات المشاركة لحد الآن منتخبات أعتبرها أنا قوية، خاصة وأن المنتخب السنغالي، المنتخب كذلك الأوغندي بالرغم من إقصائه في المباراة الأخيرة، كذلك منتخبات قوية مثل المنتخب الليبي الشقيق اللي أقصي من طول أول كاميرون من مشاركته مشاركته بالمنتخب الأول بالمدرب كذلك بالناخب الأول كذلك عدة منتخبات قوية مقارنة بالدورة الماضية. المشاركة عرفت خمس مجموعات أخ مجيد، وهذا ماهوش شيء بالشيء الهين. أعتقد أنه لو نتكلم على الحضور الجماهيري بالرغم من قسوة الطقس هنا في العاصمة أو في كل ربوع الوطن، وين تعرف برودة و ثلوج في كل المناطق، اعتقد انه بالرغم من كل هذا الجماهير متوافده بشكل كبير على كل المباريات حتى المباريات الغير معنيه بمجموعه الجزائر. هناك جماهير كبيره في عنابه، في وهران، في كذلك قسنطينه، وخاصه في ملعب النص المنديلا اللي عارف كل المباريات التي خاضها المنتخب الجزائري ب 40 الف متفرج اللي كان حاضر في كل مباريات. وربما أعتقد أنه رقم قياسي نظرا للحضور الكبير لكل الجماهير، خاصة كذلك من جانب الإعلامي لحاضر بقوة في هذا المصطفى. شكرا جزيلا لك مصطفى مازا، كنت معنا من الجزائر وأنت اللاعب السابق للمولودية والمنتخب الجزائري. نشرتنا أعطى تقارير توعو، يعني إنسان وين محلل، إنسان يتكلم بولا، يتكلم كرة قدم، يعني احنا شاهدين عليه هذا مصطفى مازان، واحد من الناس شاهد عليه يتكلم كرة قدم، انسان يجي يعطي تحاليل. وكان فني في التلفاز الوطني اللي داروا له قالبه خاطش عليه ما بغاش يمشي في امور لا تعنيه في مجال كرة القدم، وين شاهدنا وين جابوا ناس وحد اخرين وداروا قلعوا هاد وقلعوا الناس اللي هضروا بولا، يعني شو كيفاش احنا. المهم الانسان خدام ما يبغوش، انسان خدام ما يبغوش بمؤامره من الناس تاع الفيديراسيون تاع اللي جات في 2017، يعني ولاو يتحكموا في كلش مع ذاك شوماني هذاك وكلش، هذو كاع كيف هذو كاع يعني في مجال الرياضه هذو كاع يحوسوا، يعني اللي يتكلم الحقيقه يشوف كيفاش يوخروه، يعني بكل طرق يوخروه بكل طرق، ما يستعرفوش، يعني يحوسوا بكل طرق يوخروا ناس يوخروا ما على بالهم شي. المهم امشي معاهم ما تمشيش معاهم، رايح تشوف ماشي تشوف الويلات ما عندهم ما يديروا، بصح هذو الناس راك تشوف كيفاش لازم حنا نحاربوهم، حنا ما سكتوش عليهم، لا لازم ما نسكتوش عليهم، خاطش علاه السكوت هو اللي يخدم هاد الناس، كي تسكت هاد الناس يديروا واش يحلو لهم. شو انسان كيما هذا، حنا ماذا بينا، خاصنا الناس كيما هادو، وخاصنا واحد ماناج، حنا ما عندناش ماناجر ليكيب ناسيونال. هذا مصطفى مازا قولوا لنا الحاجه اللي خاصها فيه، قولوا لنا ندخل عنده، دخل الباج تاعو، تسيب كاع لي ديبلوم، خبير كرة قدم ماسيما، خابر في كرة القدم. خاصنا ناس كيما هادو، خاصنا ناس كيما مولودية الجزائر، هذا على ما يجيش بريزيدو، يجي بريزيدو نورمال، بصح ما يديروهمش، خاطش على ما يخاصهمش ناس نظاف، خاصهم ناس يعني يكونوا كالين مقبل يجيبو ميتو يزيدو ياكلو معاهم. هذا مكان واحد كيما خسارة، على ما خسارة الجزائر، واحد كيما هذا مصطفى مازا ما يخدمش في بلادو، خساره الجزائر. يعني لي ديبلوم اللي عندو ديرو رئيس نادي، ديرو ماناجر المنتخب الوطني، خبير نقول لكم، هذا تما كيوقف كيما كيعرفك لاعب ماشي لاعب، هذا خمج في كرة القدم، خمج في الميادين كرة القدم، ميادين جا لعب في كازون في التيف، لعب في لافريك، لعب مع المنتخب الوطني، لعب يعني ما بروفي تاعو معمر، ما عندك ما تهدر. بس الله غالب تهدر عمي والله، لا حاجه اللي تهدرها تصيبهم بلعين عليك. هادو الناس يبلعوا على غاشي كيما هادو، ما يخلوش يخدموا، ومن بعد يخرج يقول لك راكم قاعدين في القنوات او هودو تخدموا، يا مبلعين عليهم، مبلعين عليهم، واحد كيما هذا مبلعين عليه،
هذه هي بالعين عليه ماشي في القنوات، بالعين عليه في الميادين. خاطش هذا ما يساعدهمش وما يجيبوا واحد اللي يساعدهم، يشوفوا شوفوا اللي يساعد اللي ما يساعدش، صابوا ما يساعدهمش والله ما يجيبوه. والله العظيم ولو كانك تهدر مع البوله، البوله تهدر معك مع صبعك ولا صبع الخير، بصح ما كاش. هذه هي اخويا، ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله اللي يمشي ابوني معنا ابوني، وان شاء الله ديما معكم جديد. صحيح يا خوتي.